طيب النهارده محمد صلاح هيوصل باذن الله ان شاء الله، والنهارده يمكن يعني هنروح بقى للاخبار المحليه واخبار المنتخبات الوطنيه اللي عندها يمكن ارتباطات مهمه جدا الايام اللي جايه. النهارده دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كان بيجري اتصال هاتفي مع محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول طبعا الانجليزي علشان يطمن عليه وعلى كافه اجراءات وصوله للقاهره. بعد شويه هيوصل طبعا، هيشارك محمد في المنتخب المصري لكره القدم خلال مبارياته المرتقبه. زي ما احنا عارفين عندنا مواجهات قويه جدا مرتين مع توجو ذهابا وإيابا، من المقرر ليهم ان هم يكونوا يوم 14 و17 من نوفمبر ده، وده ضمن التصفيات المؤهله لكأس الأمم الأفريقيه 2022. كمان دكتور أشرف صبحي الوزير كلف وفد رسمي علشان يستقبل محمد صلاح النهارده أثناء قدومه لمطار القاهره. فالحقيقه ده كابتن هاني تعامل راقي جدا من وزير الشباب والرياضة، درس أكيد مهم جدا ومحترم في كيفية أنك تتعامل مع النجوم زي ما بنشوف كده ما بيحصل في أوروبا كلها. صحيح. فمحمد يعني يمكن النهاردة بيمثل إيه؟ بيمثل مصر، اسم مصر طبيعي. يعني محمد صلاح أسطورة كبيرة جدا جدا، وأعتقد التعامل مع محمد صلاح يمكن في فترات قبل كده ما كانش على مستوى احترافي. على المستوى المطلوب على المستوى الاحترافي او على المستوى اللي يليق بمحمد صلاح. خليني اتكلم معاكي برضو يا سهام، مش عايزين ننسى كمان الولاد اللي جايين، يعني طبعا. يعني بنتكلم من نني وتريزيجيه وحجازي، فكل دول كل دول نجوم كبار جدا. ويعني انا زي ما في وفد رسمي بيتقابل صلاح، لان صلاح قمه كبيره جدا وقامه كبيره جدا، اعتقد دي لازم تكون بروتوكول. اللعيب اللي بيجي من بره من اوروبا بيبقى فيه تسهيلات في المطار، في وفد بيستقبله بشكل كويس جدا بشكل احترافي، بيدخله المطار، بيدخله لغايه ما وصله المعسكر او لبيته، ده شكل احترافي بشكل كبير جدا. يعني ان شاء الله كل دوت البروتوكول ده يطبق على كل اللاعبين. صح. احنا طبعا صلاح بالنسبه لنا كل اللعيبه الدوليه بتاعتنا ما شاء الله طبعا قمه، لكن كمان ان شاء الله البروتوكول دوت وسياده الوزير يكون في نفس الاستقبال ونفس الحفاوه مع كل اللعيبه، لبقيه اللعيبه ان شاء الله اللي هتيجي مصر باذن الله قريب إن شاء الله. جدا احنا عارفين بكره كمان اتحاد الكره هيعمل مؤتمر صحفي، بكره مؤتمر صحفي في الساعه 2:30 ان شاء الله بكره في اتحاد الكره، بيحضروا الدكتور اشرف صبحي طبعا وزير الرياضه، وعمرو الجنايني رئيس الاتحاد ورئيسي بعثتي كوريا الجنوبيه والبرازيل. ده زي ما انتم عارفين في دوره ثلاثيه بتقام هنا في مصر، فيها مصر والبرازيل وكوريا، وطبعا دي يعني بطوله ان شاء الله منتخبنا الاولمبي هيستفيد منها ان شاء الله بشكل كبير جدا جدا، ما بين طبعا الفتره ما بين 12 ل 17 نوفمبر. ده كلها استعدادات الكابتن شوقي غريب وكتبته الحائزه على البطوله الافريقيه، استعداد طبعا لدوره طوكيو الاولمبيه. المؤتمر هيقام في احدى الفنادق بالقاهره، الحقيقه في مجهودات كبيره جدا جدا لتحفيز المنتخب الاولمبي خلال الفتره اللي جايه. زي ما احنا عارفين ان دايما المنتخبات الاولمبيه هي الاساس والنواه للمنتخب الاول. طبعا بيستعدوا لماتشين مهمين جدا، منتخب كوريا الجنوبيه ان شاء الله مع مصر هيكون يوم 12 نوفمبر، وبعدين في مباراه ثانيه امام المنتخب البرازيلي دي هتكون يوم 14 نوفمبر من نفس الشهر في استاد القاهره. في ده كل ده زي ما قلت استعداد لاولمبياد طوكيو 22 ان شاء الله، وان شاء الله المنتخب القومي كده يشرفنا وان شاء الله يحصل على اول بطوله اولمبيه باذن الله، لانه جيل واعد فيه لعيبه على مستوى عالي جدا جدا، اعتقد من الاجيال الواعده جدا. معظم اللعيبه في المنتخب الاولمبي اعتقد انها دي خطوه، وهم اكيد هم اللي هيكونوا موجودين في المنتخب الاول في الفتره اللي جايه. هي الدوره دي هدفها ان انت تجهز اللعيبه طبعا وتعمل على انسجامهم مره ثانيه. اللعيبه دي ما قابلتش بعض من 11 اللي فات تقريبا، من بعد يعني بقالهم سنه بالظبط، ودخلت على كورونا. صحيح. فانت النهارده كمان هتقابل كوريا والبرازيل، مدرستين مختلفتين، فيعني محتاج جدا مباريات مهمه جدا قويه جدا. انت عارفه كمان يعني السبب الاختيار كمان عشان نشرحه للناس، ان دايما في البطولات الاولمبيه بيكون بياخدوا الفرق من كل قاره، يعني مصر لازم هتلاعب حد على مستوى الاسيوي وحد على مستوى امريكا اللاتينيه واوروبا، وبالتالي دي مدرستين مختلفتين، لان احنا وارد جدا او 100% هنقابل مدرستين من دول في الاولمبياد. فرقتين جامدين. وكوريا من افضل الفرق على مستوى اسيا، والبرازيل طبعا حدث ولا حرج، يعني نتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا باذن الله. ان شاء الله.